ذات ليلة وفي ظلمة الليل ووسط سكونه، اتخذت قرارا غير حياتي إلى الأبد. قررت أن أقوم الليلة بصورة البقرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، هذه العشر العظيمة. لم أتوقع ما سيحدث لي، لكن إيماني بالله ويقيني به عز وجل كان أقوى من كل شيء، وأملي في تحقيق ما أتمناه كان كبيرا للغاية. مع كل ركعة ومع كل آية، مع كل ركعة ومع كل آية شعرت بنور ينير قلبي وقوة تسري في جسدي. شعرت بقرب الله مني، شعرت بالكثير من الأمور التي سأشاركها معكم وسأخبركم كيف استجاب الله لدعائي وحقق لي ما أتمنى وأكثر. لا تترددوا في مشاهدة هذا الفيديو والاستماع إليه بقلوبكم الطيبة قبل أسماعكم، ففيه الكثير من العبر والعظات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أسرعت أيام رمضان ولياليه، ومر من شهر رمضان عشره الأوائل ثم عشره الأواسط، ولم يبق منه إلا الثلث الأخير العشر الأواخر. فاللهم اغفر لنا إن قصرنا، وأعنا على قيام هذه الليالي العظيمة، واختم لنا بالخير فيها، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين، وارزقنا حسن الخاتمة، واجعل أفضل أعمالنا في هذا الشهر خواتمها. اللهم قدر لنا خير الأقدار، واجعلنا في منزلة الأبرار، وحقق لنا ما نرجو وما نتمنى يا عزيز يا جبار. اللهم أنت أعلم بما في قلوبنا، فحققه لنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله. أحبتي في الله، رمضان قد قارب الرحيل وأشرف على نهايته، والعبد الموفق من وعى أن حسن النهاية يطمس تقصير البداية. وما يدريكم لعل بركة عملكم مخبأة في آخر رمضان، فإن الأعمال بالخواتيم. لقد خص الله تبارك وتعالى العشر الأواخر من رمضان بمزايا لا توجد في غيرها، وعطايا إلهية لا سبيل لتحصيلها سواها من الليالي، ولهذا اختصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فكان يحيي فيها الليل كله بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة للقرآن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، رواه مسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله في هذه الليالي للصلاة والذكر حرصا منه صلى الله عليه وسلم على اغتنامها بما هي جديرة به من العبادة. فكان اجتهاده صلوات ربي وسلامه عليه تحريا لليلة القدر، هذه الليلة العظيمة المباركة التي جعل الله العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. فقال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، فيها تقدر مقادير الخلائق على مدار العام كله، فيكتب فيها الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء، تكتب فيها الأرزاق بأنواعها، فيها يستجاب الدعاء ويتحقق الرجاء، فيها يفرق كل أمر حكيم. أحبتي في الله، في رمضان مضى، ولأنني ككل أحد عندي أمنيات وأحلام أطمح لأن تتحقق، ومن بينها هناك أمنية تؤرقني جدا وأتمنى من قلبي أن تتحقق بسرعة. كنت طوال شهر رمضان أقوم الليلة بمعنى صلاة التهجد، أقوم بما تيسر لي من سورة البقرة، فأكمل سورة البقرة على ثلاث ليال. وفي ليلة من الليالي وقبل قدوم العشر الأواخر قررت بأن أقوم الليل بسورة البقرة كاملة في كل ليلة بإذن الله. وهنا بدأت قصتي مع سورة البقرة. لم أكن واثقة من قدرتي على ذلك، لكنني وجدت في نفسي إقبالا ورغبة كبيرة، سبحان الله، ومعه ثقة بالله لا توصف، بأن شيئا ما سيحدث معي. وجاءت العشر الأواخر وبدأ المشوار وبدأ التشمير. كنت أحاول النوم أول الليل حتى أتقوى، لأنني لم أكن أستطيع مواصلة السهر أبدا، أجد نفسي دون تركيز. فكنت أنام أول الليل ثم أستيقظ قبل صلاة الفجر بساعتين، وأحيانا كثيرة بساعات ثلاث، وأحيانا قليلة أواصل الليل كله. كنت أقوم أتوضأ
وأفرش سجادتي بسم الله وأبدأ ركعتين ركعتين. غالبا كنت أقسم سورة البقرة على 4 ركعات أقرأها من القرآن، وعند السجود أطلب ما أريد من الله تبارك وتعالى. أحس وأستشعر بقرب الله مني، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أطلب وألح وهكذا حتى تنتهي الركعات. وعندما أنتهي منها أرفع يدي إلى ربي القريب المجيب فأثني عليه الثناء الحسن، ثم أصلي على حبيبه وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أدعوه بأسمائه مثل يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إلى آخر ذلك من أسمائه العظيمة. وأبدأ الدعاء، أبدأ سؤاله وطلبه. أحيانا أحضر لائحة الأماني والمطالب، وأحيانا كثيرة لا أحضرها لأنني من كثرة ترديدها حفظتها لله الحمد والمنة. وهنا أحبتي أريد أن أشير إلى أمر، وهو أنه لا داعي لترتيب الدعاء واختيار العبارات المنمقة والسجع وغيره، لا داعي لذلك كله. تكلموا بلغتكم البسيطة وبأسلوبكم السلس، فلا حواجز بينكم مع ربكم، أنتم بين يديه قريبون منه، وهو جل في علاه قريب منكم، يرى إقبالكم عليه وحاجتكم إليه. أقبلتم عليه راجين رحمته، طامعين في كرمه، مجيبين نداءه، مصدقين كلامه. أوليس هو القائل تقدست أسماؤه دعني أستجب لكم، والقائل جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأبشروا أحبتي، أبشروا بإجابته لكم، والله لن يرد لكم رجاء فيه ولا دعاء تنتظرون إجابته منه جل في علاه، كيف لا وأنتم تتوجهون له في كل ليلة هي مرجوة أن تكون ليلة القدر، فيها تفتح الأبواب ويسمع الخطاب ويرفع الحجاب، وفيها يستجاب الدعاء ويتحقق الرجاء. ليلة السلام سلام هي حتى مطلع الفجر. أحبتي في الله، بعد أن مضت 4 ليالي من الليالي العشر حيث كنت ماضية فيما قررت وما قطعت على نفسي وأنا كلي يقين بالإجابة، شيء بداخلي يقول لي استمري أنت على الطريق الصحيح، جاءني اتصال في الليلة الخامسة، وبعد أن أنهيت صلاة التراويح وكنت أقرأ ما تيسر من ختمتي، فزف لي خبر أمنيتي التي كانت تؤرقني وكنت أتوق إلى تحقيقها أسرع من أي شيء آخر. سبحان الله، لم أكن في دعائي ألح على هذه الأمنية ولا أخصها بشيء، لكنه الله ربي القريب المجيب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع على ما بقلوبنا. تحققت أمنية من أمنياتي قبل أن ينتهي شهر رمضان، قبل أن تنتهي العشر الأواخر، فسبحان ربي العظيم الكريم الذي أكرمني وأنا للتو بدأت في الطريق، وسبحانه ربي ذو الجود والعطاء من خزائنه ملأى لا تعجزه أمانينا مهما ظننا أنها صعبة الملال أو ظننا أن تحقيقها سيكون على المدى البعيد. والله يا أحبتي هذه الأمنية ظللت لسنوات أنتظر إجابتها، إلا أن الله تبارك وتعالى شاء لي أن تتحقق في هذا الوقت المبارك بهذه الطاعة المباركة العظيمة. عزمي على المواصلة ظل مستمرا وهمتي زادت بعد أن رأيت برهان ربي، كيف لا أشمر وأزيد، وهو القائل جل في علاه في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولة، كيف لا أزيد وقد أراني الله طريقه ثم قربه ثم قدرته. واصلت أحبتي في قيام الليل بصورة البقرة، وكل ليلة أحس بذوبان قلبي بين يديه جل في علاه، أناجيه وأتحدث معه حديث العبد المحب المشتاق، أقول له أحبك ربي ولا أرجو غير رضاك، نعم أتمنى، لكن لذة لقائك وقربك والخشوع بين يديك أنسوني ما أتمنى. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك لا أريد إلا أن أعيش وأحيا في قربك وبجوارك، لكن يأبى ربي القريب المجيب
الحنان المنان إلا أن يعطيني حتى يرضيني. بعد انقضاء رمضان توالت علي البشائر والاستجابة من ربي الحبيب، فكنت كلما بشرت بأمنية من أماني أقول لنفسي هذا عطاء ربي، فماذا أعطيت؟ كيف أعبر عن امتناني؟ انتبهي يا نفسي، لا تقابلي عطاء ربك وكرمه بالنكران. استمري يا نفسي فيما يحب منك ربك، فوالله مهما عملت ومهما اجتهدت فلن توفيه حقه وحق عبادته. ومن هنا تغيرت حياتي وانقلب نمطها. فهل بعد أن ذقت أرجع لعهدي القديم؟ لا وكلا، ليس من ذاق كمن عرف، بل هنا بدأت الحياة الحقيقية، الحياة في قرب الله ومع الله حتى ألقاه. أحبتي في الله، استدركوا في آخر شهركم ما فاتكم من أوله، وأقبلوا على نفحات ربكم. استغلوا هذه الأيام والليالي، اغتنموا ما فيها من الخير الوفير، شمروا، جدوا واجتهدوا، قوموا ليلكم وأحيوه بما سهل عليكم، سواء كان بصورة البقرة أو غيرها، إلا أن لقيام الليل بصورة البقرة في هذه الليالي العظيمة العشر الأواخر من رمضان عظمة عشتها شخصيا ونقلتها لكم. أروا الله من أنفسكم خيرا أحبتي في الله، فالمأسوف عليه من فاتته نفحات رمضان وضيع ليلة القدر. اللهم بلغنا برحمتك وكرمك ليلة القدر يا كريم. لا تنسوا الدعاء لإخوتنا في هذه الليالي العظيمة. اللهم خفف عنهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم زدهم في الصبر صبرا، وفي الثبات ثباتا، وفي الإيمان إيمانا. اللهم واعذرنا فيهم. اللهم آمين. وصل اللهم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك.